عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي للجميع ورمضان كريم. طبعا الليلة يا اخوان رايحين على دار، حسب ما حكولنا انه فيه ثعبان اسود متخبي جنب الدار، مدخل راسه بالارض والنص الثاني برا. اكيد بس نوصل نتأكد ونشوف شو الوضع تبعه. طبعا احنا رايحين على قرية اسمها بيت مطب. شوف السلام. هيني قربت اوصل الدوار. بعد الدوار ادخل الطريق اللي معي نيسان، جيب نيسان. في هنا الدوار، الف الدوار ولا دغري؟ لف الدوار وادخل على الشمال، هاي الدواد، وهي تطلع الشمال وهي تطلع خليك طول بالك. هيني دخلت بعد الدوار على الشمال على طول. خليك معي. خليك معي. أول دخلة على الشمال. هاي طلعت اول دخلي على قصدك الطلعة على الشمال عند السيارة الحمراء. ايوه عند السيارة حبيبي. شو الطرق؟ خليك شوي معي. كيف بيطلعوا بالسيارات الطريق هذا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. يلا هات العصاية. هات عصاية يا محمد. كيف الوضع؟ السلام عليكم. كيف الحال؟ تفضلوا اهلا وسهلا. ازاي؟ تفضلوا. ايه دورة الشاب بيلعب العرض. عرض الضوء يا رب. عاصمنا ورا. ايه وصل. كيف الحال؟ زمان لغان؟ لا لا، من قبل يعني قبل الفطور بنص ساعة بجوز. هذا ابو قرع. كرب ايدك. لا لا ابو قرع مش ابو قرع. اوعى يشرد. استنى شوي. بس طويل طويل. ماشي شرد. خليك شوي. ما اظن شو قادر يدخل. بس هو غبي مفكر حاله متخبي. لا هو طويل كثير بجوز متر وشوي طوله. هذا ابو قرع الناس بفكروه حي بكتلوه كثير. بدك ايه؟ على طول. إذا سحبت الضغط عليها هيك. هات العصا غيرك. بدي شكله طموانة. هيك بطرية لا لا بلزمش. يرضى عليك. أبو كاري اطلع. فترنا عربية دير بالك. شادد حاله جوا. شكلي حاشر حالة في شيء. لا امور منيحه الحمد لله. وصلوا لي مسلم الله. بسم الله. الله يكفيك. تقولي يعني والله خزوك. شوف في ماسوره في شو اسمه شكه طوالي. في ماسوره طالعه شكه ثانيه بجوز اربح على شكه ثانيه خالي. دورت مش بس شكله زي حجر هنا او شيء زي هيك. ابو خوي السلام عليكم. ايوه وين طلع فيك بس الله اكبر. فيك برجع لك. فيك كثير اخوك. هذا ابو قرع برجع لك. فيك انا برجع ابو قرع. والله ابو قرع. لا والله ضخم هذا ما شاء الله.
هبا شايف كيف ابو كرع شكله؟ ابو كرع هو طلع كيف ابو كرع شايف الجانب تبعه؟ هو عنده شكله مجروح لا 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 ولا بخرج لا 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 هذا خروج خروج محل ما بخرج ابو كرع شيء هو؟ لا لا ابو كرع ابو كرع جاي السحلي هذا من فصيله السحالي بس ضخم بصير طوله متر وعشرين بفكروه في ناس عربين في ناس بفكروه حيه لازم تصوره عشان ما ضخموه لازم اصوره سحليه يعني انا اول مره بشوفه من فصيله السحالي طلع هذا بعدين شاف الجنب تبعه من هين فيه خط حز شايف زي القناع زي القناع ومن هين عليه زي القناع جسمه لا لا بايديش شاف الجسم تبعه كيف البلاستيك زي البلاستيك اسمع البس هيك جنبه وما يسبش البس البس باثرش فيه تحكي عليه بركيس جدا عن جد لو عضو يابس في واحد ما يباكي عضو فيه تنين عشو هذا بعيش شو بوكل شو كذا هذا فيران سحالي اي اشي بتحرك على الارض انا بكيت ربيه اني يوكل فيران طعمي حيايا كل شي بوكل السلام قد ايه بصير طوله او كذا هاي طلع والله طويل هذا انا مره اشوف هذا الحجم او كذا زي هيك لا لسه في اضخم واخمل بصل لمتر وعشرين عارف المتر وعشرين قديش طول يستفيد شوف راسه كيف بعدين ابو قرع وهاي ذن اللي هان الحيه ما لهاش دنين بالاضافه الى خطين بين بعيد بالضبط الخطين هذول شايفهم بيجوا لعند جسمه طلع وباكي الطول شو طلع طلع الله يسلم ايديك يلا منيح ما قتلتوه لا خلصوا كنا نسكر الفلتر دايما في مكان ثاني صار من النوم بحب شرب الحياه في قهوه سويتها هات هات يلا هات هات ايه ما لقيناش عندنا شو اسمه علبه علبه سطل بويا شو بدك سطل؟ سطل بويا اي شيء سريع شايف ولو انه سريع كيف عطب؟ اي له سنان عطب بتجرح زي عطب العلبه في غطايله بدون غطايله اي شيء له غطايله خذ خذ رد على التليفون احسن حسن او علبه لو في قلو له غطا هلا ابو كرع هلا المعلم ابو كرع والله ابو كرع حلو معدل انا كل سنه بسقط لي خمسة عشرة بجمعهم وبفلكهم بعدين لأن المفيدات في أي محل ولا محل لا بروح محل فيش في ناس عشان ما قلتلوش هذا كفلته هون بعود بروح على ضربك لا بدفلته عند دارك بقتلوه عند دارك وين؟ عند دارك الوعد عند دارك جيبه سلام أي شيء غير سين دفلته عنده مو عند دارك في جيران؟ لا لا حالي ولا حدا فيه؟ يعني اقرب جارك بعيد عن قلت له لا بعيد لا اكبر يا زلمه شيء اكبر منيح هذا منيح عشان ما ينخنكش اسمع ارجع لك انا شوي ارجع لك نص ساعه نص ساعه كمان نص ساعه ارجع لك منيح اللي جينا في الجيب هون ما انا شو الطريق هاي يا زلمه والله بدها تراكتور ما بيطلع كيف تطلع بالسيارات لا هذا من هاي بيلفوا بس انا كنت سؤال هذيك المازدا بتقدر تطلع طلع هاي ما بتطلعش وقفنا الحمراء بدك قول محاول ما طلعتش وقفناها انا كنت بدي اجي في هذا الجيب هلا منيح ما جيت والله صليحه هاي العزه والله يا عمي يا دوب توسع وطلع تمام في اتصال عربي وين نابلس نابلس شو دي ودينا على نابلس عربيد عربيد كله عادي اذا بخوفش خليه يشرب كيف اللي يعني زاقطه خليه يفلته اليوم صار في جنب الدور قول له بعث العربيد منيح يربط عليك كيس شيء يلا عشان الحمى مش عشان اشوف هذول بالشتاء بتخبي في الصيف بدهن يطلعن يأكلن ويشربن ويتكثرن يعني فترة طبيعي مش انه يعني من الشوب شوب لا انه الجو خلص صيف فترة اليوم موت بلشت تنفذ البراد بعد العصر تقريبا بالعادة في الصيف يعني كم واحد برن عليك مثلا اليوم بجزر انه عليه 50 اليوم بس بروحش اكل يعني بكون زقطين بكون مكروسين يعني حالات كثيرة امبارح صدنا واحدة واول امبارح واحدة امبارح تنتين حي فلسطين سمعت واحدة في عين عريق وواحدة في بيت الله الله يجزيك من خير يا رب بس ما بتقتل لا عزب الله
حتى فلسطين ولا بقتل. خلص اللي بشدها ما عايشة تمام. حتى فلسطين بربي. الصحن ما تنكب. لا لا في كيس بيطلع. يطلع بيعرف يطلع. شو؟ هاي اللي بيجيك وقت قدام بتحطه بيست وياك عشان ما يدبل عليه. يلا سلام عليكم. سلام الله يجزيكم الخير. القهوة جاهزة. جاهزة؟ يلا انا جاهزة بنشرب. تفضل شباب. طيب يلا تفضل. بسم الله.